أنا كنت خدام بحالي بحال أي الناس، خدام بخير وعلى خير بصحتي. واخا كان في السكر قديم كنت غادي معاه مزيان، واني كنت ما كنديرش هذاك الريجيم زعما باش نقطع كل شيء. الحلاوه كنت واخا هكا كان بعد شويه كان شويه شويه كنت بخير. عندي وليدتي تقرا، عندي المدام ديالي معاونين على الوقت، ساكنين بخير وعلى خير، وكاع الناس تعرفوني الحمد لله. وعندي انا الصناعه ديالي كندير هادشي ديال الزاج والالومنيوم، كنت خدام بخير وعلى خير حتى مؤخرا بدا كيتراجع عليا الشوف. ملي مشيت للطبيب باش ندوز على عينيا قالوا لي عندك زلاله في واحد العين باش خصك تحيدها. مشيت والمحسنين وقفوا معايا، حيد الجلاله. من بعد ولا كيتراجع عليا الشوف في العين الاخرى. ملي بديت كنشوف صيفطوني لمحمد السادس، ملي مشيت لمحمد السادس بديت كندوز حتى صافي قالوا لي راه واحد العين راه تفقدات لك، صافي راه مابقيتيش غتشوف بها. وحده هي اللي كنخدموا عليها وكنترجاو من الله باش ونديروا، غادي نديروا المستحيل ان شاء الله الا بغى الله الا كملنا الله باش تولي تشوف. وحنا باقي مع الطبيب، كنمشي لعند الطبيب باش كندير هذا الشيء ديال اللازير، ونتمنى لهم الله كل خير والحمد لله على كل حال. واللي صاب صحته في هذا الوقت يحمد الله ويشكره. وحنا راه ما فينا حتى شي حاجه، راه اللي صاب صحته يقول الحمد لله وصافي، اللهم لك الحمد، هذا الشيء عطاه لي الله، انا مرحبا به في اي وقت، الحمد لله وشكر لله. والسكنه ديالي راه لا السكنه ولا العيش ديالي، راه عيد الدراري الاصدقاء ديالي هما اللي تعرفوني انا قديم وعارفين الطبيعه ديالي كي دايره. انا واحد الانسان اللي زعما مع كل شيء، ماشي مع شي وحدين، انا مع كل شيء هكا سكوتي، كنبغي كل شيء الحمد لله. هما اللي كيتعاونوا معايا، هما اللي واقفين معايا، كيخلصوا معايا هكا الكرا، وهما اللي كيجيبوا لي بحركة تعطوني باش نصرف، والدواء بحركة كيتعاونوا معايا فيه، كيجيبوا لي على حساب الدواء باش كنديروا كنستعمل انا الدواء. وهذاك الشيء راه المصاريف شويه غاليين، والسكنة انتم كتشوفوا الحالة دي السكنة كي دايره، رانا والوليد والمدام ما عندناش حتى فين نتحركوا. هاد المحل، هاد الكراس صغير، فيه كلشي، فيه كوزينة، فيه حاشاكم طواليت، فيه بيت نعاس، فيه كلشي. وراعي الدراري المحسنين صحابي هما اللي عطاوني هاد الحويجات اللي بعدا مفرشينهم وكنرتاحوا فيهم، وكنحمد الله ونشكروه. وكنشكر السيد سيميلو الله يجازيه بخير، والحمد لله. وباقي الناس ديال الخير، باقي الناس ديال الخير، كنتمنى من الله اللي باش ما سخاهم الله، اللي ما عمري انا ما دزت في هاد المواقف بحال هادهم. ميلود جار السي سعيد، انتم كتشوفوا دابا الحاله ديالو كيفاش دايره، وهذا النداء وجهناه للمغاربه داخل المغرب وخارجه. اللي شاف هذا السيد السي سعيد يشوف فيه بعين الرحمه، راه السيد كان خدام ما بيه ما عليه لحد الان. دابا كتشوفوه ساكن في كراج 2 متر على 2 متر، والقطره هي فوق الراس ديالو، ها هي فوق راسو كتقطر، وعنده وليد وعنده زوجه، وراه الله اللي غالب. وهذا مكان، السلام عليكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.